يلا بقى نكمل اللعبة ديت المهمة ديت اللي هم لبسينهم على ظهرهم ده. ده صواريخ عشان لو احتاجوا يقطعوا حديد او كده. ايه ده بيضربوا ار بي جي. اوب 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 ده مين اللي ضرب الار بي جي ديت؟ ده جاز ده مية مية. شوفوا ولع في الطيارة خالص. بطل جاز ده. ده هجوم شديد علينا. حلو قوي. قتلت ثلاثة. اوبا قنبلة. تعال انت يا بطل. خد تاني. كانش مات لسه. ماشي. اربعة تصف لي ابروتش انمي فيكل. يعني مش فاهم احنا هنعمل ايه بالظبط. هده مية مية جبته. هده كمان. تمام. ايه ده بقى؟ ايه ده مين؟ انا الرجاله اضربوا عليهم لغايه بس ما انا. ايه ده الدبابه دي هتعمل لها ايه بقى؟ المفروض اعمل دخان عليها واقوم رايح ارمي سي 4. فهمت. المفروض ارمي على الدبابة سي 4 ولا اعمل ايه؟ ايه الدبابة اهي. رميت السفور هفجرها. حلو قوي. ها 100 فجرتها. انا اتاخرت على فكره في الموضوع ده لان انا لو ما كنتش انجزت بسرعه كان هي كان السفور هيروح اللي هو قنابل الدخان كانت هتروح خلاص كانت هتروح وما كانش معايا غيرها فساعتها ما كنتش هعرف اضرب الدبابه. لا يا رجاله عاملين شغل حلو قوي. يلا اجا ساعد هجا ادي عايز اعمر بس اضرب انتوا عليهم شويه لغايه ما اعمر واخش عليهم انا هاجم اهو. هدا بسرعه. تمام. وهدا كمان اللي جاي ده ودوت. انا عمال احصد فيهم زي الفراخه. تمام. لا رموا قنبله. جبنه على فكره. وجبت ده. حلو قوي كده. في واحد فوق. جبته. جبت التاني. شفتش السلاح بتاعه قعد يطري ازاي؟ وجبت دوت.
هجوم عنيف قوي. وجبت ده كمان. مية مية. حلو. يلا هجموا هجموا رجالة. ايه ده، هو يفجر الباب الحديد؟ جدع. فجر الباب الحديد. ايه ده بي ام بي ده؟ ايه البي ام بي ده؟ ايه ده العربية دي هفجرها انا. عايز افجر العربية دي. لازم لازم افجرها. هتعمل بوم. ايه ده، ده دبابات. طب وبعدين بقى هنعمل ايه مع الدبابات ديت؟ المفروض احط عليها بتاع دوت سي فور. طب انا هرمي قنبله، معيش قنبله دخان يا جدعان. انا معيش قنابل دخان. اوبا قنبله. انا هخش وراها بسرعه، ارمي القنبله كده واقوم اجري. حلوه قوي. فين تاني فين تاني؟ واحد جبان رمى عليا قنبله. الحرب اشتدت قوي 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 قوي. ايه ده، ده في ار بي جي اهو. شايفين الفقرات عاملة ازاي؟ ايه ده، هو في دبابة تاني ولا ايه؟ ايه ده، ايه الطيارة اللي ولعت دي؟ شوف الطيارة اللي جنبي دي. في واحد عمال يضرب ارض جهات. ايه ده، المفروض ارمي على المفاعل ده. ايه ده، اخش جواه ولا ايه؟ لا لا افادي. لا ده في دبابة تانية. في دبابة تانية المفروض اجيبها، ولو ان هيبقى الموضوع صعب شوية بس هحاول. طب ما هي المفروض مش معايا، ما عادش معايا قنابل دخان اصلا. انا مش عارف اروح للدبابة يا جدعان، ما عادش معايا قنابل سي فور اصلا.
ما تيجوا يا جماعه ساعدوني، تعالوا بيحاربوا من بعيد وده مش هينفع، لازم يجوا يساعدوني على القرب. طيب انا في الحقيقة مش عارف اقرب من الدبابة، هخش كده. انا ممكن اخش من وراها بسرعة، ارمي السفور. جبتها. ده بص القتلة حواليهم قد ايه، ده بيستعدوا للحرب النووية، لازم نلحق نتصرف بسرعة. بسرعة افتحه يلا بالحديد، بالصواريخ بقى هيقطعوا الحديد ده عشان نخش نوقف المهزلة دي. ماشي، انط ولا ايه؟ بالاحبال. ماشي، طب انا الحبل بتاعي فين؟ اهو الحرب اشتدت قوي.